تحياتي لكل زوار وأعضاء القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. خلال الأيام اللي فاتت أثيوبيا بتقوم بحظر الطيران بشكل كامل فوق سد النهضة. ده عنوان الموضوع أو عنوان الفيديو اللي هتكلم فيه دلوقتي. لكن قبل ما ندخل في التقرير، ليه أثيوبيا قامت بحظر الطيران فوق سد النهضة في هذا التوقيت بالذات؟ ويا ترى خايفة من إيه ومن مين؟ يا ريت اللي بيتابعنا او بيسمع الفيديو يسمع الفيديو للنهايه وبعد كده يعلق براحته. بلاش الناس تسمع اول دقيقه او اول دقيقتين وتبني عليه افكارها وبعد كده بتعلق. اسمع الفيديو للنهايه وبعد كده علق زي ما انت عايز. النقطه الثانيه، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ندخل بقى دلوقتي في الموضوع المهم والخبر اللي اثار بلبله على السوشيال ميديا. وناس كتير كانت بتسأل ليه اثيوبيا قامت بحظر الطيران فوق سد النهضة في هذا التوقيت بالذات؟ ليه ما عملتش الكلام ده من شهرين ثلاثة أو أربعة فاتوا؟ ويا ترى خايفة من إيه؟ أولاً خايفة من إيه دي معروفة. خايفة إن أي دولة من الدولتين اللي هي مصر والسودان إنها توجه ضربة عسكرية لسد النهضة ويتم التخلص منه نهائي. ده اللي بيدور في دماغ اثيوبيا. خايفة من مين؟ طبعا هي مش معقول يكون خايفة من السودان. بالتأكيد الخوف الأساسي من الدولة المصرية. احنا عارفين ان مصر تصنيفها التاسع في التسليح على مستوى العالم. يعني مصر مش ضعيفة. مصر جيشها مش ضعيف. زي ما بعض الناس كانت بتعلق وتقول هي مصر مش عارفة تخلص موضوع سد النهضة. لا طبعا مصر عارفة، واحنا قلنا الكلام ده في اكتر من فيديو، لكن في قوة سياسية حكيمة. دخول الحرب مش بالسهل. لا على مصر ولا على السودان، واسف لا على مصر ولا على اثيوبيا. فاللي هياخد خطوة بدخول حرب هيدفع الثمن غالي. طب في قلق من مصر؟ في قلق. طب ليه لغاية دلوقتي العناد مستمر مع الدولة المصرية؟ ما احنا قلنا يا جماعه قبل كده، ما اثيوبيا مش شغاله من دماغها لوحدها، ولكن في ايادي بتضغط عليها. مصلحتها ايه؟ مصلحتها هو الضرر على مصر. واحنا قلناه، والجهاد اللي احنا بنتكلم عليه احنا جبناه في فيديو قبل كده. وقلنا اثيوبيا بيتضغط عليها ازاي؟ في سبيل ان هي ما توصلش لحل نهائي مع مصر في مفاوضات سد النهضه. نرجع بقى للنقطة الأولانية، وليه اثيوبيا قامت بحظر الطيران فوق سد النهضة في هذا التوقيت بالذات؟ كنا منزلين فيديو من 3-4 أيام وهي التصريحات الأمريكية. اللي أول مرة الكونجرس الأمريكي يطلع ويتكلم بهذه اللهجة اتجاه اثيوبيا. واتكلم بوضوح وقال لازم ورقة ضغط ضد اثيوبيا عشان توصل لحل نهائي مع مصر ويتم حل مفاوضات سد النهضه. يا ترى طب ورقه الضغط اللي هتستخدمها الولايات المتحده كانت ايه؟ كان المساعدات اللي بتقدمها للشعب الاثيوبي، واللي احنا قلناها قبل كده قيمتها 130 مليون دولار سنوي. يمكن في ناس كتير علقت على الفيديو وقالت هو لو الولايات المتحده الامريكيه منعت المساعدات على اثيوبيا هل ده هيكون ورقه ضغط؟ مستحيل. لا، هي ورقه ضغط مليون في الميه. اي دوله يا جماعه بتبقى محتاجه بتقدم ليها مساعدات سنويه صعب ان تستغنى عنها. وده 130 مليون دولار، مبلغ مش بسيط. يا ترى لو اتمنع عن اثيوبيا هيأذيها؟ بالتأكيد هيأذيها. طبعا احنا مش بنتمنى الأذية للشعب الأثيوبي، احنا قلنا قبل كده إن الشعب الأثيوبي احنا بنحترمه وبنحبه. لكن الولايات المتحدة بتستخدم كورقة ضغط، يا تحلي يا حمنا عنك المساعدات. دي نقطة. بعد التصريحات الأمريكية بوقف المساعدات لدولة أثيوبيا. النقطة الثانية، الصور اللي نشرتها اثيوبيا
من أعلى سد النهضة. والغريبة إن الصور دي تم تصويرها بعد التصريحات الأمريكية. إيه السبب؟ مش عارف. يعني إحنا قلنا بعد التصريحات الأمريكية أكيد أثيوبيا هتهدي وهيكون في نيتها إنها توصل لحل نهائي مع مصر والسودان ونخلص من موضوع سد النهضة اللي مصدع دماغنا وشاغل ناس كتير على السوشيال ميديا. لكن للأسف ما حصلش ده. بعدها بثلاث اربع ايام لقينا رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، وكان في زياره هو رئيس دوله انا مش فاكر اسمها، ولكن انا كنت منزل فيديو على القناه، كانوا في زياره تفقديه لسد النهضه وقاموا بتصوير بعض الصور لسد النهضه من اعالي. اشمعنى دلوقتي واشمعنى بعد التصريحات الامريكيه؟ مش هقدر اقول غير سبب واحد بس، هو الاستمرار في العناد الاثيوبي. كده احنا جاوبنا على ثلاث نقط. التوقيت ده ليه؟ قلنا بعد التصريحات الامريكيه والصور اللي اتنشرت من اعلى سد النهضه. خايفه من ايه؟ خايفه من اي دوله من الاثنين سواء مصر او السودان انها توجه ضربه عسكريه لسد النهضه. خايفه من مين اكتر؟ طبعا بالتاكيد خايفه من مصر مش من السودان، لان دايما مصر، وفي سبب عايز اوضحه، الخوف من مصر بسبب اللهجه اللي بتطلع بيها مصر من وقت للتاني وتقول لك مش هنسمح الى الشعب المصري يعطش ولا الاراضي الزراعيه تبور. الميه بيعتبر حياه او موت بالنسبه للشعب المصري. ده بخلاف ان اثيوبيا عارفه القوه المصريه شكلها ايه. يعتبر اقوى دولة انا مش عايز بس ان كلامي يتفهم غلط. كل اللي بيسمعني عارف قوة الجيش المصري دلوقتي في المنطقة عامل ازاي. ده جيش مصنف رقم 9 في العالم. هل هو عاجز ان يدافع عن بلده؟ لا. هل هو ضعيف؟ لا. ولكن ما دام في المفاوضات شغاله احنا مع اثيوبيا لحد النهايه، لما نشوف الطريق هيوصل لحد فين. لكن ما ينفعش المفاوضات تبقى شغاله وان انا ابدا بخطوه هجوميه. في الساعه ديت انا كده ههيج عليا الراي العام سواء جوه او بره، سواء في الدول العربيه او الدول الغربيه. والقياده الحكيمه اللي عندنا مش عايزه ده. عايز العدل يتم بين الأطراف الثلاثة، مش على مصر لوحدها ولا على السودان لوحدها، ولكن بين الأطراف الثلاثة. ندخل دلوقتي بقى في التقرير عشان ما اطولش عليكم، ونعرف مين اللي صرح على وسائل الإعلام وقال إن تم حظر الطيران فوق سد النهضة. طبعا خلال الأيام اللي فاتت قال رئيس هيئة الطيران المدني الأثيوبي، والكلام او التصريح كان طالع بالظبط يوم الاثنين اللي فات، ان اثيوبيا حذرت الطيران فوق سد النهضه الضخم، واللي المفروض ان هو هيقوم بتوليد الكهرباء على النيل الازرق خلال 12 شهر اللي جايين. طب ايه السبب؟ كل السبب اللي قاله او اللي ذكره في التصريح بتاعه قال دواعي أمنية أو لاعتبارات أمنية، لكن الكلمة معروف هدفها إيه؟ إيه دواعي أمنية؟ غير الكلام اللي إحنا قلناه في أول الفيديو، ملوش سبب تاني. وقال رئيس هيئة الطيران المدني في اتصال هاتفي حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين سد النهضة، ورفض الإدلاء بأي تفاصيل عن أسباب الحظر. يعني حتى المذيع اللي كان بيسأله أو الإعلام اللي كان بيسأله في الاتصال كان بيقول له طب يا ريت عايزين نعرف إيه سبب الحظر وليه في هذا التوقيت بالذات، ما رضيش يقول أي سبب. هو كلمة واحدة اللي قالها، لدواعي أمنية. طبعا في الأسبوع اللي فات
قال قائد القوات الجوية إن أثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن سد النهضة من أي هجوم محتمل. لو ربطنا التصريحين هنلاقيهم مرتبطين ببعض، يعني هو خايف إن أي هجوم ممكن يحدث لسد النهضة. لو تفتكروا من شهور فاتت لما الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم وقال إن سد مية نهر النيل يعتبر حياة أو موت بالنسبة لمصر، ومش هنرضى بفرض الأمر الواقع على الشعب المصري، طلع بتصريح رئيس الوزراء أبي أحمد وقال أنا مستعد إن أنا أجند 100 مليون جندي. طبعا التصريح ده أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والناس اللي متابعاه كانت فاهمة أبي أحمد يقصد إيه. يعني لو مصر بدأت بهجوم على سد النهضة إحنا هندخل في حرب معاها. وعشان كده قال في التصريح بتاعه لو سد النهضة اتعرض لأي هجوم أثيوبيا هتجند 100 مليون جندي. يعني يعتبر على حد تعبيره إن هو عايز يجند الشعب الأثيوبي بالكامل، رغم إن مصر ما قالتش كده ولا قالت إنها هتدخل في هجوم، ولكن قالت مية النيل حياة أو موت، ومش هنرضى بالأمر الواقع يتفرض على مصر. يا ترى الكلام ده فيه غلط؟ لا. ولو قلبنا الآية وقلنا إن مصر اللي بتعمله أثيوبيا دلوقتي عملته مصر، وطلعت أثيوبيا بهذا التصريح، هل هنقدر نقول إن أثيوبيا غلطانة؟ لا، حقها وحق شعبها، دولة بتدافع عن أرضها. هقدر ان انا اغلطها؟ لا. فبالتالي اللي بتعمله مصر مش غلط، مصر كل اللي بتعمله بتدافع عن حصتها في الميه، بتدافع عن شعبها، بتدافع عن ارضها. امال لما كانش القياده تعمل كده يبقى ايه لازمتها؟ ويا ترى دلوقتي لو طلع اي حد من السودان واتكلم وقال واحد اتنين وتلاته عن موضوع سد النهضه، حاضر قال انا اغلطه واقول له مش من حقك تتكلم في سد النهضه؟ طب ما انا عارف ومتاكد الضرر اللي هيعود عليه شكله ايه، او اللي هيعود على الشعب هيكون شكله ايه. فبالتالي اي خطوه هيعملها مش هقدر اقول له غير ان عندك حق. ليه اثيوبيا مستمره في العهد لغايه دلوقتي؟ احنا الاسباب دي مش عايزين نصدعكم، احنا قلناها في كتير في الفيديوهات قبل كده. النقطة المهمة اللي انا عايز اربط بيها في التقرير اللي قالها قائد القوات بتاع ده، قائد الطيران لما قال ان انا هيتم حظر الطيران، راجع بعد منه التصريح الثاني وهو قائد القوات الجوية وقال لك لو السد النهضة اتعرض لأي هجوم احنا مستعدين ليه. يا ترى مستعد من اي باب؟ واحنا عارفين ان في تصريحات قبل كده قالتها رئيسة اثيوبيا وقالت ان احنا ما عندناش قوة كافية ان احنا ندخل اي حرب. ده التصريح ده من اثيوبيا مش من عندنا. يا ترى لما انت قائد قوات جوية تطلع وتقول بهذا الشكل ان احنا هندافع، عندنا استعداد كامل للدفاع عن سد النهضة، انا هقول لك انت عندك الدفاع بسبب ايه؟ مش بسبب دفاع الجيش الاثيوبي على فكرة. انت حاطط في دماغك الصواريخ اللي محطوطة على سد النهضة للدفاع عنه، واحنا عارفين مين اللي حاطط الصواريخ عند سد النهضة. مش غريبة ولا أنا بجيب حاجة من عندي، ولكن ده أنا اللي بتابع السوشيال ميديا وبتابع الأخبار هيعرف أنا بقصد إيه بالظبط. دولة لا داعي لذكر اسمها، ولكن أغلب الناس اللي بتعرفني هي اللي بتساعد أثيوبيا، وهي اللي مولتها أو سدتها بالصواريخ اللي تم وضعها على سد النهضة للدفاع عنه.
فلما يطلع قائد القوات الجوية يتكلم بقلب مليان بهذا الشكل، لا انت مش بتتكلم على اساس القوة اللي عندك. ما خلينا نتكلم بصراحة، انت مش بتتكلم على اساس القوة اللي عندك، ولكن انت بتتكلم بقلب مليان بسبب الاسلحة اللي موجودة عن سد النهضة. لكن ده على فكرة ده ما يمنعش. ما يمنعش ان اي دولة من الدولتين تاخد اي اجراء ضدك. احنا مش دعاة حرب، ولكن دعاة سلام. دايما بنمد ايدنا بالخير للطرف اللي قدامنا، لكن يا ترى الطرف اللي قدامنا بيمد ايده لينا بالخير؟ لا. لما كان في مؤتمر ام بي رئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد في مصر، قال كلمه، قال والله، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيساله بيقول له قول والله ان انا ما هتسبب لضرر للشعب المصري، وبالفعل قال ابي احمد والله العظيم انا ما هتسبب في ضرر للشعب المصري. يا ترى فين ده من القسم او من الحلفان اللي انت قلته؟ انا حسيب الناس اللي بتسمعني او اللي بتشاهد الفيديو ترد، انا مش هرد. انا كلنا عارفين ان خلال الفتره اللي فاتت ده ختام التقرير، خلال الفتره اللي فاتت لم تتوصل اثيوبيا ومصر والسودان لاتفاق على تشغيل سد النهضة قبل أن تبدأ أثيوبيا في ملء خزانه في شهر يوليو اللي فات. وسد النهضة ده مسافته 15 كيلو من الحدود مع أثيوبيا، آسف، سد النهضة على بعد 15 كيلو من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم 100 مليون نسمة ب90% من احتياجاتهم من المياه النقية. لما يكون عدد سكان مصر 100 مليون، هو دلوقتي يعدي 100 مليون، النيل بيساعدهم ب90%، يا ترى 90% ده رقم صغير ولا كبير؟ بالتأكيد كبير. لما يكون في دولة بتستند على مياه نهر النيل بقيمة 90%، وديك حضرتك دلوقتي عايز تقفل عنه من مية، متوقع ان الشعب ده يعمل معاك ايه؟ او يرد عليك ازاي؟ يا ترى هيحط ايده على خده ويقول سلمت امري لله؟ خلينا نتكلم بالصفة بالحالة العامية، انت واحد جاي ينهي على حياتك وانت موجود، هتعمل ايه؟ هتقعد ساكت وتقول له اعمل اللي انت عايزه وانا ايه؟ ساكت؟ انهي على حياتي؟ ولا هتقوم تدافع عن نفسك؟ وممكن تنهي على اللي قدامك. الحياة، الموضوع ما دام وصل لحياة او موت ما تتكلمش فيه. نتمنى ان اثيوبيا ترجع للرشد، ترجع للمفاوضات بحسن نية سواء مع مصر او مع السودان. دلوقتي اسيبكم في رعاية الله، وانتظرونا في فيديو اخر. ياريت زي ما قلت في اول فيديو، ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. لان ليه بقول لايك للفيديو؟ لان اغلب الناس اللي بتطلع بالاخص من اثيوبيا، وانا طبعا بتاسف ان انا بقول كده، بيعملوا ديسك لايك للفيديو. ليه؟ مش عاجبهم الكلام، مش عاجبهم ان انا بدافع عن بلدي، مش عاجبهم ان انا بدافع عن شعبي، مش عايزيني ان انا اتكلم بصفه عامه في موضوع صد النهضه. يعني عايز اقول لك ارضى بالامر الواقع، اثيوبيا هتملى سد النهضه سواء في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، وهيتم تشغيله غصب عن مصر والسودان. مش عاجبك اضرب راسك في الحيط. ده اللي بيدور في دماغ
الاخ الاثيوبي اللي بيطلع على الفيديو من غير ما يسمعه، هو اول ما بيسمع واحد مصري بيعلق وراح عامل لك ديسك على طول. ولكن انا هفضل اتكلم مهما تعمل ديسك، تعمل الفيديو مش عاجبك، تعلق تعليق مش كويس، انا برضو هفضل اتكلم، لان ده حق بلدي وحق شعبي. اسيبكم دلوقتي في رعاية الله، وانتظرونا في فيديو اخر.